هذه منتشرة بشكل كبير معناتها في الإحصائيات اللي معناتها في الدراسات اللي عملوها هذه قوي اللي تقريبا 30% من الرجال بصفة عامة يشخروا و15% من النساء بعد 50 سنة يوليوا 40-40 مع تقريبا نشتر مناسبة 40% من سعر 40% من الرجال يشخروا دونك هذه حسب الدراسات. باه نمشيو للأسباب، أسباب عديدة ومتعددة. ربي سمحني دكتور قبل، هل هن معتبر مرض ولا لا؟ الشخير هي علامة، ستان سمتر علامة ماهوش يجي يخفي أمراض تنحكيو عليها. داكور، هي علامة، هي الواجهة شنو يظهر دونك ما غير اللي يشخ ما غير ما تبداو تعايروا بعضكم راكم مريض مش مريض يا بو علامه ولا يا ام علامه واحد دونك سامبتوم دونك ما يجم يخفي عده امراض ذكرت نحكيوا عليها ديجا من اسباب الشخير هذيا فما امراض ونحكيوا عليها. بون اهم حاجه في الاسباب هي السمنه، دونك السمنه هي اهم سبب من اسباب الشخير. دونك علاش السمنه تعمل الشخير؟ على خاطر فما ثقل معناتها الميزان يضغط على العضلات يضغط على الجهاز التنفس دونك يولي فما اوبستاكل. دونك هذه اول حاجه. وبالطبيعه السمنه دونك مش نرجع للسمنه خاطر نعرفوا فما سكور نحسبوه يكون اكثر من 30 دونك الانسان يعرف روحه عنده سمنه. بالاسباب الاخرى مثلا التدخين، دونك الاسباب الاخرى مثلا الكحول، كحول خاصه في الليل معناتها فهمت خاطر يعمل ارتخاء شديد في العضلات دونك الانسان بالطبيعه باش يشخر. فما زاد كيف اسباب خلقية. إيش معناتها خلقية؟ معناتها مربوطة بجسم الإنسان وبصفة عامة الأسباب الخلقية هيك اللي يخلي الشخير عائلي معناتها كيما البو كيما الأخوة كيما الصغار داك على خاطر عندهم معناتها الجسم متاعهم متشابه. إيش معناتها شنو هو الأسباب هذوما الخلقية؟ مثلا عندهم الحلق صغير فما جينية معناها وراثية يعطيك الصحة معناتها الحلق صغير الرقبة قصيرة الفك متأخر شوية نجم يكون فما تضخم في اللسان نجم يكون فما معناتها انتفاخ في اللوزات دونك هذوما حاجات اللي وراثيه من الجسم معناتها في العائله فهمت. سامحني دكتور بربي خاطر قلت انت اوبستاكل وقلت الثقل معناها حتى لو كان الثقل حتى على الرئتين زاد ينجم يعمل سبب شخير والا جوست او نيفو الحلق هو اكثريه على مستوى الرقبه معناتها هي حتى الاوبيزيتي فما بون صحيح فما الاوبيزيتي للجسم كامل ولكن فما اوبيزيتي سيرفيكال معناتها السمنه في الرقبه خاطر هذاك باش تضغط على الحلق دونك على المرور الهواء احنا خاصة الجهاز التنفسي العلوي واضح فهمت. به من الأسباب الأخرى كيف أمراض الأنف معناتها اللي عنده حساسية في خشمه واللي عنده لحمات في خشمه بالنسبة للصغار اللي عنده مثلا الكلوازون نازال هذيك القروش معوش فهمت كيف عندي ثلاثة سي بون فوالا هاي اللي عندي تكسير في خشمي الداخل وحساسية مثلا والحساسية ولا لحمات الخشم واضح تسكر الأنف دونك يولي اوبستاكل كيف بون فما أسباب أخرى مثلا أمراض الأعصاب أمراض الغدة الدرقية الرفلو دونك هذاك الجير رح نقول الجير يعمل الشخير زاد كيف إذا معناتها ديجا الشخير كما قلت لك يكون هو علامة من علامات عدة أمراض نجمو ننقبها. به هنا لازم نقسمو زاد كيف في الشخير فما الشخير معناتها زوز أنواع بحسب الخطورة خاطر الشخير كما قالت إيمان معناتها مشاكل نتاعو الأكثرية سي لونتوراج معناتها يتقلقوا من الحس يمنع النوم معناتها مشاكل بين الأزواج وكل شيء ولهنا خليني نتفاعل معاك ساعات يقول لك لا أنا ما نشخرش لين ساعات صحيح. تلقى معناها فنعرف شكون اللي حتى يسجل ويصور ويعمل دي فيديو في الليل حتى اللي يعديو بطلب من القرين معناتها ايه معناتها المرأة تهز رجلها تقول له تمشي بسيف تعدي ولا معناتها فهمت معناتها ولا الراجل يهز مرته كيف راه ولا يهز مرته صحيح معناتها مش الشخص بحد ذاته هو يطلب العلاج لكن تلقى سي لونتوراج سي لا فامي فهمت به وفما زاد دونك هنا مش نقولوا فما الشخير البسيط اللي هو مشكلته صوتيه بس معناتها ما ياثرش على صحه يشخر ولكن فما الشخير الخطير دونك هذا زاد كيف لازم العباد اللي يشخروا لازم يعرفوا الحاجه هذه اللي الشخير صحيح هي علامه ولكن تنجم تخفي مرض اللي هو كلاسي دونجورو دونك كلاسي معناتها خطير اللي هو انقطاع النفس النومي. انقطاع النفس النومي اللي هو لو سندروم دابني دو سومي هي متلازمه معناتها هي جمله علامات تجي عند المريض عند الشخص اللي يشخر واللي تتسبب في عده مضاعفات. علاش المرض هذا يصنف خطير؟ الخاطر من المفروض النوم هي فرصه للجسم باش يرتاح معناتها يرتاح اعصاب العضلات القلب الشرايين المفروض كلها ترتاح تتمتع بالاكسجين وكل شيء باش واحد يقوم الصباح نشط.
اللي عنده المرض هذية وهو الحمد لله هو مش منتشر ياسر، تقريبا 5-10% من العباد، الجسم نتاعو ما يرتاحش، معناتها النوم ما هيش فرصة للراحة. النوم أثناء النوم كي ينقطع النفس الأكسجين يتيح، دونك الجسم يخدم أكثر، الأعصاب تخدم أكثر، القلب يخدم أكثر، يجهد روحه في النوم باش يعدل الأكسجين اللي يتيح، يعمل التوازن في بدنه. هذاك علاش ده لي الدكتور سامحني اللي ساعات تجيك الاحلام نتاع انك باش تطيح ولا كذا، دو فاسون يفيقك البدن يقول لك تلقى روحك انك نفس تقطع عليك. اكزاكتومون. كنت باش تحكيها؟ باش نحكي عليها. على خاطر شنو هما المضاعفات؟ على خاطر باش نحكي توا علاش هو خطير. وبعد تشوفك شنو العلامات بحد باش يعرف روحه. باش ينجم يفيق بروحه وي. خطير علاش؟ على خاطر يساهم معناتها يضاعف في نسبة الإصابة بعض الأمراض اللي هي أمراض خطيرة، مثلا نسبة يضعف في نسبة الإصابة بالضغط الدم، جلطة متاع الدماغ، جلطة متاع القلب، تصلب الشرايين، مرض السكر، مشاكل اجتماعية ومهنية، حوادث الشغل، خاطر اللي عنده الانقطاع نفس النومي عنده باش نعاس ما يرقدش في الليل، دونك في النهار يعديه نعس، نقص في التركيز، نقص في الذاكرة، دونك حوادث الشغل تزيد، حوادث السياقة. فهمت؟ طبعا انا عارف احنا في البلدان المتقدمه مثلا اللي عنده مشكله في الانقطاع نفس النوم يرمي زمان رخت مع تيمي يمنعوا من السياقه اصلا. فهمت؟ خاطر هذه خاطر الاكسيدونات تصير خاطر يرقد بعد حتى هو يسوق يجيه النوم. فهمت؟ دونك كيفاش واحد يعرف روحه عنده الشيء هذا ولا ما عندوش؟ اول حاجه فما علامات، فما علامات ليليه نهاريه وفما التسجيل نحكي عليه. شنو من العلامات الليليه مثلا؟ كما قلت انت معناتها لونتوراج يلاحظ اللي فما بوز ينقطع النفس، معناتها يضربها معناتها تقريبا 10-20 ثانيه ما فماش نفس، حتى صغيره وحتى صغيره. فهمت؟ دونك الشيء هذا يلاحظوه لونتوراج، هذا نجمو نلاحظوه. مثلا من العلامات الاخرى اللي يحس بها الانسان مثلا يتعرق برشا في الليل، معناتها كثر التعرق، اللعاب يهبط من فمه مثلا، كثره التحرك، يتحرك برشا في الليل، لي ميكرو ريفي، يستيقظ برشا، معناتها النوم الخفيف. أيه. النوم الخفيف سون فيت دونك خاطر تفيق ياسر، معناتها فهمت نجم يكون لي ميكرو ريفي خاطر النفس يتقطع عليك. فهمت؟ الاحساس بالاختناق، معناتها تحس كانك واحد يخنق فيك. هذه من علامات المرض هذا. والعمليه تصير وقت اللي هو في ويشخر ميم طون والا معناتها هذه معناتها الشخير هي من علاماته. دايكو انا تو نزيد في العلامات الاضافيه الاخرى. واضحه فهم. في النهار عندنا انسان معناتها يقوم الصباح راسه يوجع، يقوم الصباح فاشل، موش شبع بالنوم، ينعس في النهار، يقيل. وباش نتاكدوا من المرض هذا موجود ولا دونك نعملوا تسجيل، فما تسجيل نقوموا به معناتها اثناء النوم، اليوم يعطينا سكور معين نحسبوا به قداش من مره الديوري وقداش من مره في الساعه معناتها ينقص النفس ولا يتقطع، كما التخطيط هكا يصير ولا التخطيط نعملوه. دونك اذا يفوت 5 مرات في الساعه دونك هذايا المرض موجود. فهمت؟ المرض هذايا فما الخفيف، فما المتوسط، فما الثقيل. معناتها اللي ننصح به، معناتها ننصح به معناتها هي باش نحكي على الشخير، هي اوكازيون للعباد الحق معناتها اللي يشك في روحه عنده الشيء هذايا، انا ننصحه يمشي عادي معناتها كوسو سوا باش يداوي الشخير نتاعو اللي هو مصدر ازعاج كبير، والا باش نشوفوا عنده شي المرض هذايا اللي 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 معناتها كي نداويوه بشكل مبكر نجمو نمنعو من عدة امراض مزمنه. ولهنا يعني دكتور خلينا هذا تحذير كي انه الشخير ما يلزمناش نستهانوا به، مش مجرد انه ازعاج ونمشي نرقد وحدي في بيت وفك عليا وندرى شنو، وهذا اللي يصير تقريبا اللي يشخر يكلاسي يروحوا على جنب ويبات وحده باش ما يقلق حتى حد، الوغ كو ينجم يخفي حاجات خطيره اللي بعد تكون عندها مضاعفات خايبه. ولطف عليكم الناس الكل. وديما انا نحط في روحي في بلاصه العباد اللي يسمعوا، فما اللي باش ما اونسيم با لا بانيك زادا، فما اللي مثلا كيفاش نعرف انه ولا كيفاش يقولوا وقتاش لازمني نعرف اللي لازمني نمشي معناها نعدي، خاطر فما نعرف عبادي نجم يشخر اوكازيونيلمون، فما شكون مثلا في بيريود مثلا نعش اسكو تعب معناها وسط النهار ينجم يسبب شخير، ولا هل انه الفورما نتاع المخده حتى لو كان انسان ما عندوش الاعراض هذوما الكل ينجم يسبب شخير، ولا كيفاش نعرف انه الشخير اللي عندي هل انه ساعه فما اوكازيونيل ولا مش اوكازيونيل، والا اذا كان اوكازيونيل هل انه يستدعى معناه انه نمشي به للطبيب ولا لا؟ هو كيما فسرت لك معناتها
كوسو سوا شخير البسيط معناتها السامبل ولا الشخير اللي الخطير معناتها انك باش تمشي تعدي كوسو سوا فما دوافع ذاتية ولا دوافع من المحيط نتاعك فهمت معناتها هذوما الزوز يخليك تمشي معناتها كما قلت اذا هو اذا لونتوراج متقلق من الحكاية هذه وانت ما تحسش بها الحكاية فهمت معناتها ما لاحظتش اللي عليك انت مثلا فما تعب نهاري ولا مثلا تقوم الصباح ما مش شبع بالنوم ولا تنعس ياسر في النهار ولا عندك نقص تركيز كبير ولا فهمت دونك اذا ما عندكش شيء هذا نجم لونتوراج هو اللي لزك تمشي فهمت مثلا لاحظوا عليك انك مثلا نفسي تقطع عليك وانت ما تحسش به هكذا ديجا من طور مبكر معناتها انك تجم تمشي فهمت ولا دوافع ذاتيه اذا الحاله تقدمت بالطبيعه اذا الحاله تقدمت فما دوافع ذاتيه انسان اي واللي معناتها حاجه سيريوز مثلا نجم فما شكون نكتشفوه عن طريق امراض اخرى مثلا اكزامبل مثلا واحد يتبع على التنسيون نتاعو التنسيون نتاعو ما تركحش فهمت معناتها طبيب القلب ينجم يشك في انه يساله مثلا انت تشخر ما تشخرش دونك يشك اللي عنده سندروم دابني تسومي اللي هو يخلي التنسيون نتاعو ما تركحش معناتها فما برشا دوافع معناتها نجمو نشكو بها ديجا المرض هذيا معناتها عده اختصاصات نجم تدخل فيها من القلب والشرايين من الاعصاب من الطبيب الصدريه الطبيب العام من الطبيب اللوريال فهمت دونك كلنا لازم ديما نحطوا في بالنا اللي اي انسان يجي باش يعدي يشخر على الشخير لازم نشوفوا الحكايه ومن الامراض اللي ما يتحكيش فيها برشا زاد الدكتور تو انت اللي ليميت تابور معناها وما يفيقوش بها اذا كان هكا معناها يعني العارض الكبير الشخير لك لازم تحشم معناتها تقول لك انا نشخر معناتها كاينها الانوثه نتاعها دونك تقول لكم مرات على غالب هذيك هي العقليه اللي عندنا الخكوره والامراض متعده ومهم برشا انه نفيقوا بها من الاول باش ما نقعدوش نعانيو فيها من بعد خاطر احنا التونسي يتعامل مع بدنه كيما يتعامل مع كرهبته مادام يحط كونتاكت وتمشي سافا يقول لك مادام نقوم ونمشي ونتحرك سي بون ما يقلقش معناها مش مشكل اما نهار اللي يطيح يولي طيب. عنده سخانه وعنده كذا وتونسيون ويولي يحكم عليه طبيب يبدل الماكله وكذا لا وقتها كانك فركت لي الموتور لا وقتها يولي في رياكسيون نتخيل السؤال اللي باش اساله توا هل انه يتعالج ولا ما يتعالجش وشنو اللي نعمل؟ سي بون حفظت انت تنجم تخدم بلاصه تشري لا وجودك على راسنا العلاج هنا فعلا عده مستويات من العلاج من الحاجات البسيطة الحاجات الأكثر تعقيد بين الحاجات البسيطة أول حاجة هي الدرجة الأولى من العلاج هما القواعد الصحية القواعد الصحية اللي هي بالنسبة للإنسان عنده السمنة لازم يضعف أول حاجة خاطر إذا السمنة ما تتنحاش ولا ما تنقص في الميزان راهو الوسائل الأخرى كل تفشل حق تفشل معناتها الإنسان اللي ما يعملش مجهود وينقص في الميزان راهو بالعلاج وبالجهاز وبالأجراحة راهو ما يتحسنش اهم حاجه هو الميزان بالطبيعه بالماكله الصحيه بالرياضه فهمت به الحاجه الثانيه هي بالطبيعه تنقسم التدخين ابتعاد عن الكحول في الليل وفما زاد حاجه طريفه اللي هي كره التنس كره التنس معناتها شنو ندخل الشخير في كره التنس التنس هي استوس معناتها حيله استعملوها ولا ننصحوا بها خاطر معناتها الدراسات كشفت اللي اكثر بوزيسيون تعمل الشخير ولا تعمل انقطاع انفاس هي عين قفاه على ظهرك دونك شنو نعملوا دونك ننصحوا اللي نعملوا جيب خيطوا جيب الظهر وتحط فيه كره تنس بتل صارت انك كي ترقد على جنبك انت راقد وتحسش بها ترقد على ظهرك توجعك تك على ظهرك جنبك الاخر استوس ننصحوا بها العباد اللي عندهم شخير معناتها خاصه واش راح تخيط خاصه لا سيي دوينا الحكايه سيي خاطر لي ديو حساسيه دونك سي بون تعدينا ايه هذه دونك كره التنس الحاجه الثانيه معناتها الدرجه الثانيه انا قعدت نخمم معناها مسكين مشي يقعد عمره كامل يرقد ماريو برك نفس الماريو باش انه ما يتبدلش حلوه الحاجه الثانيه هي بون الادويه بالطبيعه بعض اللي عنده مرض مزمن حساسيه اللي عنده عشان غده درقيه اللي عنده بون هذه مداوات بالادويه معناتها حسب المرض اللي عندنا به الحاجه المستوى الثالث هما اجهزه مثلا من الاجهزه اللي نجموا نقترحوها مثلا لوختيز لوختيز دافونسمون مانديبولير هو جهاز يركب في الفم في السنين خاصه العباد اللي عندهم مشاكل خلقيه مثلا كيما الفك كيما الرقبه كذا كيما اللسان دونك هو يقدم شويه الفك باش يحل شويه للجهاز التنفسي اللي من فوق دونك كيف نجمو نقترحو السيستم هذا يعملوا في الليل كي يرقد ولا في النهار
وقت النومك وقت النوم لافونسمون دي بيجا باهي. فما زاد جهاز التنفس، فما جهاز التنفس دونك نسمعوا ساعات يقول لك هذا يقد بالماكينه، يقد بالماكينه، يقد بالماكينه بالماكينه. اون فيت هي 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 نعملوها اون كاد دو ساس سيفير، معناتها انقطاع نفس متقدم ياسر، معناتها سكور اكثر من 30. دونك وقتها نتلزو خاطر اوبليجي مرض خطير مثلا خطر. دونك نعمل الماكينه هذه يرقد بها، يرقد بها الانسان حتى وقت يرقد. دونك هي تعطيه هذيك الدفعه نتاع التنفس وفهمت تطلع له الاكسجين وقت وقت النوم. والدرجه الاخيره من العلاج هي الجراحه. دونك ساعات هما امراض تطلب جراحه كيما اللحمات، اللحمات عند الصغار دونك يشخروا برشا دونك نجموا نحيوا اللحمات. اللي عنده تكسيره في خشمه كيف كيف نجم تصلح بجراحه. اللي عنده معناتها مشاكل في الفك نتاعو طبيب الفك ينجم ينجم يعمل جراحه باش يحسن التنفس نتاعو. انا سؤال اخر، هل انه اللي يشرق في الليل، اللي يشرق في الليل معناه ينجم يكون دو هذاك الشخير والا شرقه في الليل حاجه اخرى؟ شرقه في الليل حاجه اخرى، ولكن تنجم تكون مع الشخير، مع الشخير معناتها الشرقه راهي سورتو هو معناتها التهاب يجي على مستوى الحنجره، معناتها الحنجره هي اكثر علامه مربوطه بالارتجاع، الارتجاع نوع الرفلو الجاي دونك يوصل للحنجره يعمل لك الشرقه، يعمل لك الكحه الحريق صحيت اثناء النوم. تقريبا هذه اهم الحاجات اللي لازمنا نعرفوهم على الشخير. وميرسي بيان دكتور على النصايح اللي عطيتهم لنا. دوكو الناس الكل اللي عندهم المشكل هذايا، اللي يعرف عنده حد في لونتوراج نتاعو عنده المشكل نتاع الشخير تمشي تجري بيه تمشي ديريكتومون للطبيب، حتى كان يخدم هز وخرج خذ رونديفو حتى حل. وربي يحميكم الناس الكل. ميرسي بيان دكتور وديد العشي، يعطيك الصحه. شكرا. كانت هذه لو سبيسياليست لليوم، احنا مواصلين معكم المشوار، نرجع لكم بعد شويه في ولدك احلى ما تربيه. Le spécialiste.